إن الحمد لله تعالى نحمده، نستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور الأنفس ومن سيئات الأعمال، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى، قدر فهدى، أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه من خيرة خلقه وخليله، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله تعالى به الغمة، فتركنا على محجة بيضاء الليل فيها كالنهار لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. اللهم صل وسلم وزد وبارك على المبعوث رحمة للعالمين محمد النبي، وعلى آله وأزواجه الطاهرات العفيفات، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرماء المشاهدون الأجلاء في برنامجكم المتجدد أحلامنا الجميلة. وقبل أن أبدأ الحديث مع حضراتكم، أحييكم بتحيات الإسلام، تحية أهل الجنة، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. ولقد انتهينا بفضل الله وعونه وقوته في الحلقات السابقة وآخر حلقة تقريبا عند تعريف الرؤية، وقلنا أن للرؤية لها تعريفان: التعريف الأول هو التعريف اللغوي، والتعريف الثاني هو التعريف الاصطلاحي. وقلنا أن التعريف اللغوي هو الرؤية بمعنى المشاهدة، وهي على وزن فعلة، أي ما يراه الإنسان في نومه. فإذا قال المحدث أو المتكلم رأيت رؤية بالهاء، هذا المقصود بها هي الرؤية التي يراها بحاسة النظر. أما إذا قال رأيت رؤيا بألف اللينة، هذا مقصود بها الرؤية، أي أن السامع يفهم مباشرة، يقول هذه الرؤية مقصود بها الرؤية المنامية التي يقذفها الله له في قلبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الكريمة أم محمد، وسنرجع إلى التعريف. أهلا وسهلا أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك شيخ؟ حياك الله أختي الكريمة أم محمد. تقبل الله منا ومنكم جميع المسلمين والمشاهدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر المنصرم جميع الأعمال إن شاء الله. تفضل يا أم محمد. ممكن معي ثلاث أحلام بعد إذنك؟ نعم، معي ثلاث أحلام بعد إذنك. تفضل قولي يا أم محمد. أول حلم، ابن حلم أنه ماشي جنب ترعة، وكان معاه شيخ لحيته بني. نعم. وفجأة طلع من الترعة دي تمساح صغير. تمام. وكان عايز يعض ابني، وراح الشيخ مسكه ورمى بعيد عن ابني. تمام. كانت في عربية بقول كده معدية جنبيهم، فابني مسك في العربية من ورا كده وركب فيها من بره. نعم. ده أول حلم. ماشي. تاني حلم، ابني التاني حلم ماشي في المقابر، مقابر. تمام. ودخل في قبر كده مفتوح، بص نعم. فيه كده كاستطلاع يعني. وبعد كده طلع من القبر، كان فوق القبر كده القبور دي كلها كان فيها ناس كتير فوقيها يعني قاعدة عادي. نعم. فجأة الناس دي كلها اختفت، ففجأة ظهرت له ناس كده بيجروا وراه بسيوف. نعم. بيجروا ورا ابني ده بسيوف. فابني جري منهم وهرب وصحي على كده. تمام. الحلم الثالث، أختي حلمت إن أخويا بطنه منفوخة كده منتفخة. نعم. ولابس جلابية بالمقلوب كده من قدام من ورا ومن ورا قدام. تمام. وقعد على الكنبه وكان زعلان، وكانت جنبه ستات كتير لابسه اسود. اختي المتوفي ادى لاختي دي ثلاجه كبيره لونها ابيض مليانه اكل وبلح والكلام ده، فاخواتي كلهم الولاد اتجمعوا عليها وعايزين ياخدوها منها، فجي اخويا الكبير شالهم منها وادها الثلاجه بس كده. اختي ربنا يبارك فيك يا شيخ. اسمعيني اختي بعد اذن حضرتك. تفضل. بالنسبة لأخيك اللي بطنه منتفخة، هل هذه في الحقيقة أنه مريض أم لا؟ لا لا لا، ما فيهوش أي حاجة. ماشي وقت، تفضل. ماذا يعمل هو؟ مزارع. مدرس؟ مزارع. مزارع. آه. أختي. نعم.
بالله عليك وربنا شهيد على شهادتك، هل تشعري انه ظلم احدا؟ ظلمنا احنا يا شيخ، لانه والدي متوفى قريب وعايزين يشدونا باي زرع ولا اي حاجه، هو واخواته، ظلمنا احنا اخواته. حسبنا الله ونعم الوكيل اخت، حسبنا الله ونعم الوكيل. مش يدونا اي حاجه لا في البيوت ولا في الزرع ولا في اي شيء. اتمنى يكون يسمعنا الان وكل من ياكل حقوق البنات، حسبنا الله ونعم الوكيل. اتفضلي اختي اسمعيني من التلفزيون اختي. ماشي ابي، شكرا يا شيخ. معنا اتصال الاخت روان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ام مروان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام مروان. الصوت يا ام مروان لو سمحت، الصوت يا ام مروان مو واضح الصوت. كنت حلمت كده من فتره ان كنت واقفه في الدخله بتاعت البيت. نعم. وشافني الرسول صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. جواتي. نعم. وقال لي عايز تستخدميه في الحق استخدميه، عايز تستخدميه في البطل استخدميه. الله اكبر الله اكبر، ما شاء الله اخوة الله بالله. حياك الله يا ام مروان. اسمعيني من التلفزيون يا ام مروان. ما شاء الله استاذ الاخت ام محمد، افسر رؤيه ام مروان اولا احتراما وتقديرا لنبينا محمد بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. ام محمد ان ما شاء الله ان ربنا سيجعلك من اهل الخير والدين والتقى، وسيخرج من ابنائك رجل له مكانه وشان وعلم. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الاخت ام محمد بالنسبه للرؤيه الاولى ولدك الاول لو كان ماشي على الترعه اختي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه من أذى قد يقع في أذى ما، وربنا سيعافيه وينجيه منه بإذن الله تعالى. الرؤية الثانية أم محمد، أستاذك أخ عادل لحظة. الرؤية الثانية أم محمد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أن انصحي ابنك هذا أن يتقي الله ويحافظ على الصلاة في أوقاتها ويحافظ على ورد القرآن وأذكار الصباح والمساء ضروري. الرؤية الثالثة أم محمد هقول لحضرتك بعد ما أسمع الأخ عادل لأنها هامة جدا ولي عليها تعليق هام جدا. الأخ عادل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. أعتذر لحضرتك على التأخير أخ عادل. ولا يهمك يا شيخنا. اتفضل. أنا كنت عايز أسأل على رؤيتين كده. اتفضل حبيبي تحت أمر حضرتك. معايا أخويا أنا شاف المدام عندي كانت حامل فؤاد بس لونه أسمر شوية ولدته. زين. وبعد كده شفت رؤية ثانية بس ليها سنة كده. أخي عادل. مع الراجل ده. أنت متزوج صح؟ متجوز. وزوجتك زوجتك تأخر عنها حملها؟ احنا لنا شهرين كده متجوزين. ما شاء الله ما شاء الله، اتفضل قول الرؤية الثانية عاد. طب الرؤية الثانية بس ليها سنة وقعدت مع الراجل ده، كان راجل شيخ لي 40 سنة ما طلعش. واتلاقيت قدام الجامع زي مجموعة فران زي العساكر كده كبيرة. تمام. الخوذة ونفس الخوذة، حاولت أخش الجامع ما قدرتش، وبالعكس دخلت الجامع تلاقيت الشيخ ده قاعد الخلوه بتاعته فما تكلمش معي، فراح مظل صار كده زي العسكر ولابس خوذه وكل حاجه، وراح ذبحه قدامي. نعم. وقعدت اضرب في الفران دي لابسه زي العساكر، وقعدت بعد كده مع الشيخ ده اللي كان 40 سنه ما طلعش، ورحت سلمت عليه وقعدت معاه شويه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حبيبي عاد، ما شاء الله لا قوة الا بالله. بارك فيك، بارك الله فيك يا شيخنا ومعلش الازعاج. وفيكم بارك الله فيكم احسن الله اليكم. ما شاء الله أخ عادل ما شاء الله، الرؤية الأولى والثانية بينهم ارتباط وثيق، ارتباط قوي جدا جدا جدا، أن ربنا سبحانه وتعالى سيرزقك بولد سيكون له مكانة وشأن وسيادة. اسمع هذه السيادة، يعني أتمنى من إخوان المشاهدين أن يقولوا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أتمنى من إخوان المشاهدين أن يقولوا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأخي عادل أخي الحبيب، أن ربنا سبحانه وتعالى سيمن عليك بولد له مكانة وشأن وسيادة، والله تعالى اعلم. الرؤيه الاولى والثانيه تاويلها كذا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو استاذه منال. ايوه حياك الله يا استاذتنا، اتفضلي. الله يكرمك. انا اخر يوم رمضان حلمت ان انا طلعت عمره. نعم. بس ما شاء الله في حاجه تاني عندك؟ لا ما فيش حاجه. اتفضلي اختنا ان شاء الله، بارك الله فيك. ما شاء الله يا استاذه منال، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ان صدقت رؤياك ستقع كما هي، على شرط، على شرط أستاذة منال، وأظن كذلك والله حسيبك ولو زكي الله أحد، أن تكون من أهل الصدق في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا، فأظنك من أهل الصدق والفلاح، فستقع هذه الرؤيا قريبا بإذن الله كما هي. أول ما يفتح بإذن الله قريبا سيفتح الحرم ستذهبي إلى البيت الله معتمرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ومغفرته. أستاذن حضرتك في رؤيتين عندي لو تكرمت. أبشر أخي الحبيب عبد الرحمن، اتفضل. الرؤية الأولانية إن شاء الله، أنا شفت إن أنا راجع البيت وقدام البيت لقيت فيه حفرة محطوطة قدام منها مجموعة من العروق الخشب. تمام. فجيت عديتها وبعدين دخلت البيت. تمام. ببص على الحفرة دي لقيتها حفرة عميقة. تمام. فلقيت في سلم قدام البيت بينزل الحفرة دي. تمام. فنزلت، وبنزولي حضرتك لقيت في ناس كتيرة تحت. تمام. وبعدين بصيت لقيت نفسي زي ما يكون مش عارف حد منهم. تمام. فلقيت الممثل ياسر جلال. نعم. نازل من على السلم ده، نازل في هيئة قوية وفي حالة عنفوان، كرمز قوي نازل من على السلم. فطلعت من مكان ما هو نزل. تمام. وبصعودي على السلالم اللي هو نزل منها لقيت نفسي كأني في قلعة قديمة بس قوية جدا، البنيان بتاعها قوي جدا، ومطلة على بحر كبير قوي قوي بس هادي، والبحر منظر المية بتاعه جميل جدا، والصفاء بتاع المية يشرح القلب. وبعدين بصيت لقيت بنت صغيرة خارجة من مكان وبترمي شوية مية على البحر ده، معرفهاش. كل ده في الحفرة، خلي بالك يا عبد الرحمن، كل ده في الحفرة تحت. لا، أنا لما طلعت من الحفرة طلعت من السلالم اللي نازل منها ياسر جلال، هو اللي طلعت من مكان ما هو نزل، فأنا طلعت منها. تمام. فبصعودي لما طلعت حضرتك لقيت نفسي في القلعة اللي قلت أشرك عليها، وبتطل على المية، والمية كبيرة جدا بس في حالة صفاء كبحر كبير. وبعدين شاهدت بنت معرفهاش طالعة بترمي شوية مية على البحر كأنها بتزوده. نعم. وخارجة فتاة تانية معرفهاش برضو معاها، ومشي قدام مني فين؟ على جوه القلعة. ممتاز. دي الرؤية الأولانية. الرؤية الثانية حضرتك، أنا شفت كأني في مكتب صرافة، في بنك، في جهة تغيير عملات مادية كأموال. وبعدين شفت قدام مني برضو كرمز قوي إن شاء الله بإذن الله الممثل محمد رمضان واقف قدام مني في حالة برضو حالة عافية، حالة قوية، بس الوجه الأبيض اللي ارتحت ليه، بياخد مني رزم عشرينات كتير، رزم عشرينات حوالي مثلا 5 أو 10 رزم قليلين، وبيديني قدام منهم في حقيبة معاه فتحها واستبدلها لي برزم ميات، مجموعة من الألفات من الجنيهات كتير جدا حضرتك. تمام. خد مني القليل ده العشرينات واداني الرزم اللي هي الألفات الكتيرة دي. ممتاز ما شاء الله. انا اظن ان اصدقائي حينما يسمع هذه الرؤيه سيبتسم ويضحك. والله اخي اشهدك الله، اشهدك الله. لو استاذن حضرتك لو تكرمت يا شيخنا. نعم. زوجتي بس شاهدت رؤيه صغيره جدا قصيره النهارده، لو تكرمت. اتفضل قصها حبيبي، تحت امر حضرتك، اتفضل. طيب، يعني هي احتراما لشخص حضرتك، وده يعني الحاجه ام عبد الرحمن، يعني تسعد بايه انها تتكلم مع حضرتك لو تكرمت. اسعد، اتفضل حبيبي، اتفضل حبيبي، انها اختي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لو سمحت، أنا شفت أن أنا كنت قاعدة في مكان ما، بس أنا ما أعرفش يعني بفين المكان ده. نعم. ولقيت أختي اسمها أمل قاعدة جنبي، وفي واحدة تانية قاعدة جنبي بس ما أعرفهاش. تمام. ولقيت نفسي أن أنا ماسكة علبة حلويات، أن أنا بناكل منها، وأنا عمالة أكلهم، وبأكل أختي، وبأكل مين التانية اللي جنبي دي. حلويات عامله زي جوز الهند اللي هي بتاعت الهند النبي، ولوز وحاجات يعني عملها كله. فاختي بتقول لي يعني احنا كلناها وهي قاعده، وباذن الله بكره هنجيب تاني منها. ولقيت واحده اللي جنبي دي بتقول لي انت ما بتاكليش ليه كلي؟ فقلت لها لا، ما انا باكل اهو، وقعدت اكل من اللوز ده والحلويات اللي موجوده. ما شاء الله ما شاء الله. ممكن تديني اخويا ابو عبد الرحمن بعد اذن حضرتك اختي؟ نعم. وكنت تديني زوجك بعد اذن حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اشهدك الله اخي الحبيب. اتمنى ما نكونش اثقلنا على حضرتك. لا لا، هذا نسعد نسال احتراما لشخص حضرتك. الله يكرمك، نحن نسعد اكثر بتواصلك معنا واتصالك بنا، والقناه تسعد كذلك بامثال حضرتك الطيبين يعني.
اظن كذلك والله حسين. حضرتك ولاسره البرنامج ولاسره القناه جميعا المحترمين. اشكر حضرتك اخ عبد الرحمن. اقول لحضرتك اتفضل. المكان اللي انت شفت فيه البير او السلالم ده انت تعرفه في الحقيقه؟ لا ده هو موجود يعني انا شفته قدام البيت. قدام البيت قدام البيت السكن اللي انا بسكن فيه. نعم. يعني قدام بيت المعيشه. طب انا ابشرك يا اخي الرؤيه بعدين كان قدام كان قدام منه بس ببص بنظر ليه كده ايه في الواح خشب وببص لقيت حفره عميقه فزي ما قلت لحضرتك التفاصيل. ما شاء الله. لكن انا اذكر حضرتك ما شاء الله لا قوه الا بالله هناك رزق سيمن الله عليك به قريبا من نفس المكان يعني من حيث لا تحتسب هذا الرزق يكون مبارك كثير مبارك فيه ما شاء الله لا قوه الا بالله. ورؤية زوجتك كذلك يعني تنضم الى رؤية حضرتك يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. انتم مررتم بظروف معينه لاجل ذلك سيكافئكم الله بسبب صبركم في هذه في هذا البلاء لاجل ذلك ربنا سينعم عليكم برزق وافر 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 مبارك فيه باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ام محمد خط قطع. ارجع للاخت الكريمه ام محمد اللي هو صاحبه اول اتصال وصاحبه ثلاث رؤى حينما رات اخاها انه بطنه منتفخ وانه يقلب ثيابه الخلف امام والامام خلف او الداخل خارج او الخارج داخل. اختي انصحك وهذا ليس انت ولكن انصح لكل رجل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في من ياكلون اموال اليتامى ظلما. ربنا يقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا وسيصلون سعيرا. اختي انصحي قل له اتق الله وقل له الشيخ ابو نام بيقول كده اتق الله اتق الله واتق الله. النهارده دنيا وبكره اخره. النهارده عمل وغدا حساب. اتق واموال الدنيا كلها والله وهذا كلام لجميع اخواني المشاهدين اخواني لمن يظلم لمن يظلم ولو بكلمه سواء كان في عرض او في كلام غير صحيح او في مال وخاصه مال الارث وخاصة عندنا في الصعيد كثير من الرجال يأكلون النساء في أموال الإرث. اتقوا الله وارجعوا إلى ربكم والله الذي رفع السماوات بالعمد لا ولن يغنيكم من الله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح من اقتطع شبر بغير وجه حق طوق به سبع أراضين في نار جهنم. فاتقوا الله اتقوا الله عباد الله اتقوا الله عباد الله اتقوا الله عباد الله في أموال اليتامى اتقوا الله عباد الله في أموال الإرث اتقوا الله عباد الله في أموال النساء اللاتي مات أباهن وترك لهم إرثا لا أعطوهم حقهم أعطوه حقهم إلا أن يتركوا لإخوانهم فلا بأس طابت به نفسه نفسها فلا حرج في ذلك. إنما أنت تأكل الأموال ابتداء هذا ستنال عند ربك هذا ما رأت في الرؤيا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما والظلم هو الإرث أو ما شابه ذلك على شاكلته إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بقول لحضرتك كنت عايز بس رقم حضرتك يا فضيلة الشيخ. والله يا أخي الحبيب هذا الأمر يرجع إلى إدارة القناة والكنترول. أنا أسعد بحضرتك والله يا أخي الحبيب ولكن هذا الأمر يرجع إلى إدارة القناة والكنترول يعني. نرجع للرؤية قلنا أن الرؤية إخواني المشاهدون أن الرؤية على وزن فعلة والرؤية كما ذكرت لغة هي المشاهدة أو المعين أي ما يراه الإنسان بعينه إذا قال رؤية بالهاء أما إذا قال رؤية بالألف اللينة هذا المقصود بها الرؤية التي يراها النائم في نومه. أما عن الرؤية إصطلاحا هي مجموعة من الرموز التي يراها النائم المستغرق في النوم منها ما هو خارق للعادة وهو منها ما هو معرف للعرف ومنها منكر للعرف التي تحتاج إلى تأويل. أفصل هذا التعريف بشيء من الدقة حتى يتثنى لكل من يسمعني أو يشاهدني. السلام عليكم. من؟ وعليكم السلام. الأستاذة إيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص أنا أقول لك على الحقيقة أنا على طول بحلم إن أنا في فرح أو موجودة في فرح. نعم. لما بمحتارة لما البس الفستان وبعدين يختفي او ان انا يعني ما كملش الفرح ده. اخر رؤيه انا شفتها ان انا لبست الفرح. نعم. وعمال اقول انا محتاره محتاره وفجاه رحت جرحت ولبست تاني.
ممتاز. انت غير متزوجه ايمان صح؟ اه. وكذا واحد يتقدم لحضرتك الموضوع ما بيتمش صح؟ لا انا مخطوبه حاليا. اه. بس انا مش مرتاحه واليومين دول يعني متضايقه اكتر ومش عارفه حاسه بقلق كده وخوف. طب استخيري ايمان، استخيري ايمان، لو حسيت بنفس الاحساس اللي انت فيه حاليا يبقى نسال الله سبحانه وتعالى ان يبدلك خيرا من خطيبك هذا. اما انت مش فاهمه يعني يا شيخ، انت اختي حاليا بعد ما تنتهي معي البرنامج او في الليل كده، في الليل تتوضئي كوضوئك للصلاه وتصلي ركعتين. الحمد لله انا بصلي. الحمد لله رب العالمين، نسال الله يتقبل منك اختي. وصلي ركعتين يا شيخ، بدعي لي لو سمحت. حاضر اسمعيني عشان تستفيدي الاول اختي وبعد كده علقي. اول حد بعد صلاه الساعه 12 كده في جوف الليل تصلي ركعتين لله، صلاة استخارة ودعاء الاستخارة طبعا معروف عشان طويل عشان وقت البرنامج وفي المتصلين منتظرين دلوقتي. وصلي الاستخارة، ارتحتي لخطيبك كملي، ما ارتحتيش نسأل الله ان يبدي لك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أختي. ازيك حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حال، الحمد لله أختي. عندي حلمين يا شيخ لو سمحت. ابشري اتفضلي ام عبد الرحمن. اول حلم حلمت انا وواحده اسمها نعناع، انا في الحقيقه مع اخواتي الست دي. نعم. هي لابسه نظاره نظر وبتتصل بواحد او واحده بتقول له قول لربنا انا عايز ادخل الجنه. الله اكبر ما شاء الله. وانا نعم. كنت جنبها وكنت عايز اعمل زيها برضه. ما عملتيش ليه طيب؟ ما لحقتش صحيح. يلا اجتهدي في الطاعه ام عبد الرحمن، انت تعرفيها هذه المراه؟ لا ما عرفتش في الحقيقه اسمها نعمات. طب التي طلبت الجنه تعرفيها في الحقيقه؟ لا ما عرفتش اسمها نعمات، ما عرفتش في الحقيقه. زين ما شاء الله. الرؤيه الثانيه ام عبد الرحمن. الرؤيه الثانيه حلمت انا ووالدتي المتوفيه ووالدي. نعم. ذهبنا نعمل عمره وبعد ما وصلنا هناك انا كانت في ايدي شنطه صغيره ايد بتاعتي. نعم. ففتحت الشنطه دي لقيت فيها 200 جنيه، فبقول بس 200 جنيه وخلص الحلم على كده يا شيخ. وبشرك ام عبد الرحمن طالما انك انت مش عارفه الموجوده معاك في الرؤيا، اظن ان الله يعني يمن عليك بهذا الامر، وانت كثيرا ما تطلبي من الله الجنه، اليس كذلك؟ بالضبط كده يا شيخ. فنسال الله لي ولك ولجميع اخواننا المشاهدين وجميع المسلمين ان يعني يمتن علينا بفضله ورحمته وكرمه وجوده، فهو نعم المولى ونعم المصير، ان يرزقنا الجنه ويرزقنا الفردوس الاعلى من الجنان. ام عبد الرحمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. حياكم الله من معي. أيوة يا شيخ. اتفضلي أختي. أنا عندي لو سمحتي ثلاث رؤيات على طول بيتكرروا معايا. أبشري اتفضلي. أول رؤية إن أنا على طول بنشوف إن الحمام بتاعنا مسدود والبلعات وأنا بنسلك فيه. وبتسلك وترجع تنسد تاني. دي تتكرر معايا على طول. تمام. التانية. الثانية إن أنا دايماً بنروح مثلاً لناس متقدمين لبنتي بنروح نزورهم، وساعات بنشوفهم وهم عندنا بس ناس مختلفين برضه، أنا بتتكرر معايا على طول دي. تمام. الثالثة. الثالثة إن أنا دايماً نشوف الهلال، نبص لكلمة الله في اللي في السماء، الشتاء بينزل وبندعي، هم دول دايماً برضه بيتكرروا معايا. أختي الكريمة أسألك سؤال تجاوبيني عليه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ماشي. في مشاكل بينكم في البيت؟ لا هو مفيش مشاكل، بس انا متوتره ان بنتي ما خطبتش لغايه دلوقتي. وكده بس، هي ديت القلق عندي انا في البيت. طب اختي بالله عليك انصحك وانصح اهلك في البيت ان يحافظوا دائما على الصلاه في اوقاتها واللجوء والقرب الى الله سبحانه وتعالى، ضروري. طب والله احنا كده على طول ما شاء الله، احنا الحمد لله كده ما شاء الله، اظنكم اهل بيت من الصالحين، اظن كذلك والله حسيبكم ولو زكى على الله احد. دي الرؤية الأولى. والثانية تقول هناك بعض الهموم وبعض المشاكل ستعسر، ربنا سيعافيكم منها ونجيكم. الرؤية الثالثة ما شاء الله سيمتن على ابنتك الرجل من أهل الصلاح والدين، سيتقدم إليها قريبا، وإن شاء الله البرنامج القادم ستتصلي وتقولي الحمد لله لقد خطبت ابنتي برجل خير من أهل الصلاح. طيب الحمد لله. حياكم الله. الأستاذ علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ حياك الله اخي الحبيب استاذ علي. ما الباب لمغسل المدام بتاعتي معاها رؤيتين لو سمحت. اتفضل قولهم اخي الحبيب علي. الرؤية الأولى دايما تحلم بالمقابر والزرع في المقابر وتسقي زرع في المقابر والكلام ده. الله أكبر، زوجتك بتحافظ على صلاة في أوقاتها أخ علي أم لا؟ إيه؟
اسمعني من الهاتف اخ علي لو سمحت، اسمعني من الهاتف. ما انا من الهاتف والله، انا بعيد عن التلفزيون. التلفزيون انا سامعه هنا يا استاذ علي. انا بعيد عن التلفزيون خالص، وقت التلفزيون. ماشي. والرؤيه الثانيه اسمعني الرؤيه الاولى بس اهم حاجه. من فضلك. ما شاء الله هناك اعمال صالحه تقوم بها زوجتك، لها حسنات عند ربها، لها حسنات عند ربها، لها حسنات كثيره جدا عند ربها. اظن كذلك والله حسيب ولا يزكى على الله احد. الله يستر عليك يا رب. هذه زرعه تزرعها زوجتك في قبرها بعد طول عمر حسن عمل عند ربها. فاصنع ما تصنع زوجتك علي ولا تخالفها. فاصنع ما تصنع زوجتك ولا تخالفها. الرؤية الثانية إن شاء الله دي، معلش يا أستاذ علي، دي الرؤية الوحيدة اللي أنا أنصح بها الرجال يسمعوا كلام النساء فيها. لا هي رؤية، أنا خلي بالك يا عم الشيخ، أنا مضطجع فيها بيدي وأسناني. ربنا يبارك فيها، اتفضل يا عم الحاج. أنا مضطجع فيها بيدي وأسناني والله يعني. ما أنا عارف، ما أنا بقول لك أنا عرفت طبيعتها من هذه الرؤية، ما أقول لك عشان لأجل ذلك أقول اسمع كلامها ولا تناقشها في أمر في الموضوع ده بالذات. اي احنا معنا لمغزى بيت، يعني قالت حلمت ان فيه غسيل فوق وزرع وورد وعلي بيت علي رضع ثاني وعلي رضع ثاني، قالت وبعدت نقول علي رضع ثاني وبيت علي رضع وعلي رضع، قالت قعدت نقول كده في الليل. وعلي فين حاليا دلوقتي؟ ما انا معاه في البيت. علي معاك ابنك؟ لا ده انا علياني علياني. علي ما شاء الله. وانت كده كده موجود في البيت، ما سافرتش يا اخ علي؟ ورد كده ومنور وورود وتسقي فيه يعني، وتقول بيت علي رجع تاني وعلي رجع تاني. يا اخ علي تفضل. ما شاء الله هذه المرأة صالحة، أظن كذلك والله حسيب ولا يزكي عليها أحد. عض عليها بالنواجذ، استمسك تعضها، لا يعني تمسك بها يا اخ علي. والله يا شيخ والله أنا ماسك بها بدي وسنان. لا امسك بيدك، أسنانك ممكن تحدث شيء يا اخ علي. لا والله أنا ما نقدرش، يعني هي يعني ليه لما نقول لك روحي كنت نقول لك يا اغلى من روحي. اسمعني حبيبي، الله يكرمك، يعني ربنا سبحانه وتعالى سينعم عليك بنعم عظيمه بسبب هذه المراه، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجري رزقا لك ولاهل بيتك جميعا بسبب دعواتها وقربها الى ربها، هذا والله تعالى اعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ام محمود، ابو محمود السلام عليكم، متاسف متاسف اخي الحبيب ابو محمود، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي ليك يا شيخ. حياك الله حياك الله واحسن الله عليك وبارك الله فيك اخو محمود. مشاهدينك يا شيخ، الله يبارك فيك ونصحه وجمال يا فندم. وفيكم بارك الله واحسن اليكم اخ ابو محمود. الله يبارك فيك يا شيخ، انا حلمت حلم، طبعا كنت ماشي في جبل. ولقيت طفل صغير. تمام. لقيت طفله، بعد كده رحت شلت الطفل ده واخذته ووديته البيت. ممتاز. فزوجتي بتقول لي يا اخي، قلت لك انا مش قلنا لك ما عاوزينش عيال تاني؟ قلت لها لا يا عم انا نفسي في عيل. طبعا كنت انا طبعا في الحقيقي انا سني 57، بقول لها والله نفسي في عيل، يعني نفسي في عيل بصراحه. تمام. وفي الحلم طبعا لقيت العيل ده في الجبل، انا جايبه تقول لي لا يا عم انا قلت لك ما عاوزينش عيال تاني. ادي لك كم سنه لم ترزق بمولود اخ علي؟ ادي لك فات تقريبا 3-4 سنين. لا اكثر، لي بتاع 11 سنه اخر مواليد وتجوزتهم. ومعايا احفاد الحمد لله، معايا احفاد يعني الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله حبيبي علي، ما شاء الله ابو محمود. الله يبارك فيك. سترزق بمولود ولد بعد سنوات عجاف، سترزق بمولود ولد بعد سنوات عجاف، سترزق بمولود ولد بعد سنوات عجاف طوال. الله يطمنك يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله. الله يطمنك. حياك الله يا ابو محمود. نرجع، قلنا ان الرؤية اصطلاحا هي مجموعة من الرموز، اي رؤية اخواني المشاهدون هي ما هي الا مجموعة من الرموز. السلام عليكم، من معي؟ استاذة سناء. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله اختي الكريمة. الله يكرمك. تفضلي. بقول لحضرتك انا قعدت اخدم والدي يعني كذا سنة، حوالي يعني 6 سنين كده. بارك الله فيك واحسن الله اليك وجعل ذلك في موازين حسناتك ورفع الله من قدرك بسبب برك لابيك، تفضلي. الله يكرمك. ومن كام يوم كده يعني من يعني برضو
من 10 ايام كده ولا حاجه، لقيت حد جاي لي في الرؤيه، انا ما اعرفش ان هو، بس انا قعدت فكرت شويه كده، جاي لي سن صغير، شاب كده حوالي 30 سنه. الله اكبر. الله انا كنت قاعده زعلانه كده شويه، فلقيته جاي لي شاب صغير. الله اكبر. وبيضحك لي، فانا قلت مين ده اللي جاي لي، مين ده اللي جاي لي، مش اخده بالي، فقلت ده ايه، ده والدي. الله اكبر. هل مات الرجل رحمه الله عليه بمرض اختي مبطون؟ أيوة. مثلا ايوه مبطون. ما شاء الله لا قوه الا بالله اختي، ما شاء الله. اشهدك واشهد الله سبحانه وتعالى، والله على ما اقول شهيد، ان الله رزقه اجر شهيد، اظن كذلك، والله حسيب ولو زكى على الله احد. فكونه ياتي بهذه الايه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ابناء الجنه او اهل الجنه بين الثلاثين وبين الثلاثه والثلاثين، والهيئه الحسنه هذه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ويرزق كل موتى المسلمين أجر شهداء بإذن الله تعالى. فاستبشري استبشري استبشري أستاذة سناء. وقبل ذلك كله يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما فعلتيه لأبيك برا له في ميزان حسناتك يوم القيامة، ويجعل أن أبنائك يبروك أكثر مما كنت تفعلي مع أبيك. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي فضيلة الشيخ؟ حياك الله يا أختي الكريمة أم محمد. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عندي ثلاث أسئلة. اتفضلي اتفضلي تحت أمرك. أنا ليا دلوقتي بقالي 7 سنين دلوقتي حاليا. لو سمحت، أنا بقالي 7 سنين دلوقتي يا فضيلة الشيخ، والدتي عاملة معايا مشاكل دلوقتي. تمام. بسبب المرض. بسبب إيه؟ المراث. الميراث، نعم. انا ليا اخوات 6 بنات اتقسمنا في الارض، وانا اديت لاخويا الارض بتاعتي عشان يزرعها، طمع عليها وخدها مني، بقاله 7 سنين دلوقتي. انت اتصلت فينا اول واحده ام محمد؟ لا. اتفضلي. بعد كده طبعا والدتي، طبعا والدتي واقفه مع اخويا. نعم. كتبت له حقها الثمين بتاعها، البيت والأصل في البيت وفي الارض. وانا نعم. كنت في كل منزل تعمل معايا مشكله وتطردني بره. لا اله الا الله. لا اله الا الله. هي ومرات اخويا واخويا. لا اله الا الله. كنت بنزل لها، فانا عرفت من حوالي شهرين ان هي تعبانه ومكسوره. فانا نزلت لها، شفتها وسلمت عليها، وبرده انطردت برده من نفس البيت. فانا نزلت لاختي في البلد قبل رمضان بيوم، لقيتها قاعده، لقيت والدتي قاعده على السلم، بس انا للاسف اول مره ما رضيتش اروح لها ولا اسلم عليها. نعم. هل عليا ذنب؟ طبعا. طبعا اول سؤال عليك ذنب. لان عليا ذنب؟ ايوه طبعا. مهما كان لابد ان عصت الله فيك اختي فاطيع الله فيها، لانها في الاول والاخير انها ام، والأم والأب خط أحمر، كل ما يفعلونه صحيح إلا الشرك فقط، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقال نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والقرآن اختار لفظ الصادق أو الصاحب بمعنى القريب الذي تحسن إليه. فأحسني إلى أمك مهما وقع عليك منها من ذنب أو ضيق أو كره، افعلي الحق الذي عليك واسألوا الله الذي لك أختي. ولكنها وقعت في ذنبين، الذنب الأول منعتك من أرث العامر سأبيها أرث أبيك، والذنب الثاني والأعظم كتبت كل ما تملك لأخيك، هذا ذنب عظيم أيضا، فلا يجوز ذلك. وأنا كما نصحت طبعا إخواني، اتقوا الله في الإرث، اتقوا الله في الأموال، والله الذي رفع السماوات بالعمل، إن المال لا يغني عنكم من الله شيئا، إن الأولاد لن يغنوا عنكم من الله شيئا، إن الذكور لن يغنوا عنكم من الله شيئا، أحب الولادة إلى الله، والله أحب الأولاد إلي البنات، والحمد لله رزقت ب4 بنات وأنهم من أحب شيء إلى قلبي. اتقوا الله في الذرية، اتقوا الله في الذرية وأصلحوا بينهم، اتقوا الله في الذرية وأصلحوا بينهم. تفضل محمد الثانية. أنت مخطئة أختي طبعا كما ذكرت لك، إن عصت الله فيك فأطيع الله فيها، أدي الحق، فهميها جيدا واحفظيها، أدي الحق الذي عليك من الذي أمرك الله به، واسألوا الله الذي لك. طيب أنا عندي سؤال ثاني يا فضيلة الشيخ. اتفضلي يا أختي.
السؤال الثاني، انا عندي ابني عنده 19 سنه. ربنا يبارك فيه. ابني دون كان حافظ القران وكده، فدلوقتي بعد عن القران تماما وعن الصلاه وماشي مع اصحاب السوق ومش قادر عليه خالص، وطبعا ما عاد بيقول لي اطفال مش كويسه. لا عندي مواد يقعد عليا، وكل ما راجعه يقول لي انا ماشي كده وانا نظامي كده. فانا دلوقتي هل يا ترى اللي انا عملته مع والدتي هو ده ذنبي من الذنوب بتاعتي؟ لا 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 لا، هذا انت ذكرت انك انت بتطيع والدتك فيما يعني فيما كرهت واحبيت، صح ولا لا؟ تمام. لا لكن مالكش دعوه بهذا، لا لا لا، هذا ليس، لا تخلطي هذا بذاك، هذا شيء وهذا شيء اخر. انت تمام. الذي بينك وبين الولد هذا ادعو له كثير ان يرده الى الله ردا جميلا وان يتوب طيب. عليه واحفظه، لكن ليس طيب. له علاقه اطلاقا انت ادرى بهذه الحاله مني ومن اي احد يسمع، أنت أدرى بذلك. هل أنت فعلت مع أمك ذنبا يستدعي أن تريفي في ابنك؟ لا والله يا صديقي، الحمد لله. أنا أظن كذلك، أنا أظن كذلك والله حسيبك، ولكن هذا شيء وهذا شيء آخر. طيب أنا عندي شقة ثانية، سؤال الثالث، عندي شقة ومأجراها، مأجراها أنا كنت ساكنة فيها وربنا وسع عليا بواحدة ثانية وأجرت الشقة دي. ربنا يوسع عليك. الكلام ده من 4 سنين، هل عليها زكاة؟ من تاني قولي يا اختي السؤال لو سمحت. السؤال، انا عندي شقه تمام مأجراها من 4 سنين تمام، هل عليها زكاه؟ هل بلغت النصاب؟ بلغت النصاب؟ لا، ده هي الشقه اصلا مديونه. لا لا، طالما فيها، لا طالما على الشقه دين، فلا يعني انت تجمعي بين سنه واخرى والنصاب يكون المال فاض معك بمقدار 85-86 جرام ذهب، هل موجود معك ذلك؟ لا. فليس عليك نصاب، وبارك الله فيك واحسن الله اليك انك بتتحري في مالك الحلال والصواب. نعم. الاستاذه وفاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، ازيك يا فضيله الشيخ؟ حياك الله اختي الكريمه، تفضلي يا استاذه وفاء. كان عندي 3 رؤى. وكل اللي بيتصل عنده 3، تفضلي يا استاذه وفاء. احنا بنستناك بقى يا شيخ. اتفضلي يا اختي تحت امرك. كنت اول رؤية حلمت ان انا واقفه في الشارع كده انا وناس كتير فيهم قرايب وكده. نعم. بصيت للسما بقول لهم بصوا 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 على السما ربنا بيكتب ايه، فكتب الله اكبر. الله اكبر ما شاء الله. كم عمرك استاذه وفاء؟ 23. ما تزوجتش الحين؟ لا متزوجه الحمد لله. ما شاء الله وفاء، ربنا سيرزقك. اخت وفاء معتذر، ربنا سيرزقك بولد سيكون له مكانه وشأن قد تفك كل اقرانك ان شاء الله تعالى. ما بقول لك بس يعني كده، وبعدين كتب آية قرآنية كده بس مش فاكراها آخرها إيه، ربنا هيفرج تفريجا، هي دي اللي أنا كنت بمعناها فكرة. إيه؟ بمعناها إيه؟ يعني هي آية مش فاكراها بس في آخر كلمة كده في كلمة فرج. فرج؟ فرج. يعني ربنا هيفرج. ربنا سيفرج عنك إن شاء الله بالخير والصلاح، وكما قلت لك سترزقي بواد له مكانه وشأن إن شاء الله تعالى، وقد يكون حامل لكتاب الله بإذن الله. وتاني رؤية هي ابن عمي اسمه هاشم، حلمت اللي فيه غوريلا كبيرة أو بتجري ورايا ووراه، بعدين طول ما أنا بجري مش قادرة أدوس على رجلي ولا أرفعها، وطول الحلم هي بتجري ورايا ورا أختي كنت معاها واقفة. حافظ على الأذكار أستاذة وفاء، حافظ على الأذكار وخاصة أذكار النوم. أنا الحمد لله من كده ما بتصلى يعني الحمد لله. ممتاز ممتاز، حافظي على الأذكار مهم جدا صباحا ومساء وخاصة أذكار النوم أستاذة وفاء. طب ماشي، اخر رؤيه ثانيه. اتفضلي. حلمت ان في شجره عنب برضه قدام بيت عمي دوت، وانا واقفه عندها عماله اجيب منها واكل، وعماله برضه ارمي من الارض واكل، والعنب شكله حلو. بس. ممتاز، هذا رزق وافر سيرزقه الله به قريبا استاذه وفاء ان شاء الله، هذا رزق سيمن الله عليك به والله تعالى اعلم. من؟ ارجع اتمنى من الاستاذه وفاء ان نعاود الاتصال، نسعد باتصالها، وان لم تعاود فاحنا قد اكفيناها الاجابه باذن الله تعالى. الرؤيا صلاحا نقول هي مجموعه من الرموز، اي رؤيا كما سمعتم ايها المشاهدون، اي رؤيا مجموعه من الرموز، كما ذكرت ان الاخ راى انه يمتلك او يمسك مثلا نجما في السماء، فهذه رؤيا ورمز من الرموز، واي شيء تحت هذه من الزمان فهذا رمز من الرموز يعني.
يبقى هي مجموعة من الرموز، أي أن الرائي يرى مجموعة من الرموز، كما رأى مثلا نضرب أمثلة من القرآن، كما رأى سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم حينما قال لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فرجد سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله أفضل الصلاة وتم التسليم، رأى أن الشمس والقمر والنجوم نزلوا إليه لدرجة وجهه، فهذا معنى السجود يعني. فهذه رموز يعني يراها النائم، هي مجموعة من الرموز التي يراها النائم المستغرق في النوم. قد يتصل متصل ويقول أنا رأيت الرؤية وأنا على اليقظة، هذه ليست رؤية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معكم غنيم الأستاذ غنيم. أهلا أهلا أخي الحبيب، أهلا أهلا أستاذ غنيم، اتفضل. الله يكرمك، الله يعزك. لو سمحت، أنا شفت رؤية إن أنا بصلي إمام بناس كثيرة أوي أوي أوي. ما شاء الله ما شاء الله. ماذا تعمل أخي الحبيب غنيم؟ أنا موظف. ماذا تعمل بعد الوظيفة؟ ولا حاجة، ما عملتش حاجة يا فندم. طب حضرتك إيه وظيفتك؟ موظف إداري. ما شاء الله، ستنال ترقية قريبا يا أيها السيد الحبيب، ستنال ترقية قريبا، قد ترأس كثير من الموظفين من حولك ومن زملائك. أبشر أبشر. طب أنا في رؤية ثانية لو سمحت. اتفضل. في رؤية ثانية لو سمحت. اتفضل يا سيدي. شفت إن أنا بستلم مفاتيح القدس والمسجد الأقصى. ما شاء الله، سيفتح الله لك من الخير والدين والصلاح، وكما قلت لك ستنال خيرا ستنال خيرا ستنال خيرا قريبا. وسيخرج من نسلك من يكون من أهل الصلاح والدين والتقى. شكرا جزيلا، حياك الله أخي الحبيب. نرجع، مجموعة من الرموز التي يراها النائم، لابد أن الرؤية يراها نائم. كثير من الناس يقول أنا قعدت كده وفكرت في موضوع، هذه ليست رؤية، قد تكون إلهام، وموضوع الإلهام سنتكلم فيه فيما بعد بإذن الله تعالى. يبقى قد يكون النائم الذي يرى الرؤية مستغرق في النوم، هذه شرط من شروط الرؤية أيها المشاهدون، أن يكون النائم مستغرق في النوم. من معي؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم محمد. أم محمد معك يا شيخ. حياك الله أختي الكريم أم محمد، حياك الله. يا الله يعزك، الله يعزك. آمين يا رب. يعني حلمت برؤية أمي، يعني والدتي ميتة بقالها 4 سنين، رحمة الله عليه وعلى موت المسلمين جميعا وأبي. فيعني جات لي في الحلم اللي هي جايبه لي حنه. نعم. حنه وبتحنيني، حطها كده في حله او في طبق، وبتحن شعري وبتحن رجليا ورابطه رجليا الاثنين بحته بقماشه بيضه. الله اكبر، ما شاء الله. وحنت ايدي وحنت شعري، بعدين بقول لها لا يا امي شعري ابيض هيبقى احمر، انا مش عايزاه كده عشان ما حدش يتكلم عليا. قالت لي لا، الحنه حلوه، حني ايديكي وحني شعرك وحني رجليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عندك اولاد يتزوجوا ام محمد؟ معايا 3 متزوجين. 3. في حد مش متزوج من ابنائك سواء كان ذكورا او اناث؟ معايا عيل في سنه، رايح سنه 5. ما شاء الله، قد يرزق احد ابنائك ان شاء الله بمولود قريب ان شاء الله تعالى باذن الله. مرات ابني حامل 4 اشهر. ان شاء الله هو شقه تكون ولد باذن الله تعالى ام محمد. الله يصلح حالك يا شيخ. امين يا رب. وهذه بشرى لك وان امك اظن بحاله طيبه عند ربها، ولو زكي على الله احد ام محمد باذن الله. ان شاء الله يا شيخ ان شاء الله. حياك الله ام محمد، حياك الله اختي الكريمه، كتر الف خيرك، الله يكرمك يا شيخ وبارك الله فيك واحسن الله اليكم اختي. نعم والله انا كنت اتمنى، كان في سؤال مهم جدا كنت عايزه يسار، فما اعرفش انتوا. نعم، لا سؤال من عندكم انتوا. يلا قدر الله ما شاء فعل. طب هو 5 دقايق، ممكن تسيبونا 5 دقايق عشان حاجه مهمه جدا. قبل ان ابدا البرنامج اخواني المشاهدون، دار حوار جميل جميل جدا جدا بين وبين يعني فريق الاعداد والاخ الحبيب باشمهندس عبد الحميد مدير القناه، سؤال هام جدا فاردت ان هم يسروه، كان مهم جدا يعني، ان في احد الاخوه راى رؤيا فقصها على احد المعبرين، كان اظن كان من الدعاه يعني، فهذا الرجل الذي من الدعاء قال لقد رأى أخ لي رؤية كذا وكذا وكذا، قد رأى أقص عليك رؤية لأخ أعرفه، فقص الرؤية على المعبر، فقال هذا الرجل سيموت، فقال هذا الرجل الداعي يظن كذلك أنا صاحب هذه الرؤيا، فقال له يا شيخ ممكن كلها تأويل آخر، فالرجل بارك الله فيه وأحسن الله إليه
بالفعل مات بعد فترة من الزمن، أصيب بكورونا تقريبا 3-4 أيام. هذه القصة تقريبا يعني ما سمعتها قبل البرنامج بدقائق معدودة يعني. فمات الرجل بالفعل رحمة الله عليه، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه أجر شهيد. ولكن الذي أتكلم فيه أنه أمر هام جدا وجد خطير. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله عباد الله في عباد الله، اتقوا الله عباد الله في عباد الله. لا تقص رؤياك، لا تفسر رؤيا إلا أن تكون من أهل هذا الشأن. الأقدار تجري على الألسنة، الأقدار تجري على الألسنة. وكما قال العلماء هناك رأيان في تأويل الرؤية. العلماء بيقول أن الرؤية تقع على أول تأويل لها، وبعض العلماء قالوا أن الرؤية تقع على أول تأويل صحيح لها. ولكن ما عليه الشرع، ما عليه سيدنا يوسف، ما عليه سيدنا محمد وعليه سيدنا يوسف وجل علماء التأويل، أن الرؤية تقع على أول تأويل لها. فإذا كان حتى فيها شر فلا بد كما قال نبينا احملوها على أحسنها. كانت هناك امرأة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقص على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، وتقول يا رسول الله لقد رأيت أو أرى أن عمود الخيمة قد انكسر. فيقول لها النبي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم ألك زوج مسافر؟ قال أن تقول المرأة نعم. فقال سيرجع وهو غانم، سيرجع وغانم. فجاءت المرأة أكثر من مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقص عليه نفس الرؤية. وفي يوم أتت ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاه. فقالت ما شأنك؟ قالت رأيت كذا وكذا وكذا. قالت أن زوجك سيموت. وبالفعل المرأة والولد أي أخرجت ما يخرج النساء عند المصيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال لعائشة أحملوها على أحسنها. فأقول لأهل المعبرين جميعا وأقول لمن يسمع الرؤيا لا تقولها حتى وإن كانت كذلك، لا تقولها بهذا يعني الصراحة التي تخدش الحياة وتهز النفس وتحرك الوجدان. الموت حق، ولكن حينما تقول أنك ستموت هذه المصيبة والطامة، ولكن قلها له بطريقة ظريفة، طريقة مهذبة، على الأقل اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر كما قال احملوها على أحسنها. وكما قالوا الرؤيا على جناح الطير إنما قصت وقعت. وما أنا عليه بفضل الله سبحانه في التأويل أن الرؤيا تقع على أول تأويل لها، وبذلك مصداقا لقول ربنا سبحانه وتعالى حينما كانت من قصة سيدنا يوسف، حينما قال الرجل الآخر وقال الآخر إني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. فقال له سيدنا يوسف وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأس، أي أنك ستقتل وستصلب وتترك مصلوبا. فقال الرجل ما رأيت يعني عايز يكذب، يقول أنا كذبت في الرؤيا. قال ربنا حاكين عن يوسف صلى الله عليه وسلم قضي الأمر الذي فيه تستفتي، الأمر انتهى. فهذا المجال كما دخل رجل على الإمام الشافعي وقال له يا إمام لقد رأيت كذا وكذا، فقال الإمام الشافعي لست من أهل هذا الشأن. فقال أحد الجلوس دعني أولها له وأعبر له يا إمام، أظن الشافعي أو الإمام مالك. فقال أبي مراث النبوة يلعبوا. فاتقوا الله أيها الإخوة سواء كان المعبرين أو من يسمع الرؤيا، اتقوا الله فيما تسمعونه، أحملوها إن كان ولا بد أنكم أصابكم الفضول، وإن كان لو بد فلا بد أن تحملوها على أحسنها. والله لا يمل جلسكم، أتمنى نجلس مع حضراتكم الساعات الطوال، ولكن وقت البرنامج انتهى منذ فترة طويلة، منذ 5 أو 10 دقائق تقريبا. وإخواني بارك الله فيهم وأحسن الله إليهم في الكنترول سامحوا لي بهذه التعليقة البسيطة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ويعفو عنا وعنكم ويتقبل منا ومنكم. فإن كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان من خطأ أو زلل فهو من نفسي والشيطان، أعاذنا الله وإياكم منهما ولا ينفك عنهما إنسان. وأتمنى أن ألقاكم في لقاءات عدة. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.